ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على رمضان في البيت على هوم سينما. النهارده هنتكلم على مسلسل لما كنا صغيرين، من الحلقه رقم 21 للحلقه 30. احب دايما انبه ان الفقره بتاعتنا او الفيديو بتاعنا او الفيديوهات عامه بتاعتنا في رمضان في البيت بتبقى مليانه بحرق الاحداث، فاللي ما شافش المسلسل او حابب ان يتابع المسلسل يشوف الاول المسلسل وبعد كده يتفرج على الفيديو بتاعنا. بعد ما وائل مات مش عارفين لسه انتحر ولا اتقتل، سليم كان قال لدنيا ان هو اللي قتل وائل، والكلام ده طبعا ما كانش داخل بدماغي خالص، هتعرفوا ليه في الاخر. بعد ما سليم اقتحم الفيلا بتاعه دنيا، دنيا قتلت سليم علشان كانت بتدافع عن نفسها. ويحيى لما كان في النيابه اعترف على سليم في كل حاجه علاقه بالمخدرات، وان هو كان بيتاجر في المخدرات وغير الادله بتاعته كلها تماما. بعد كده ياسين بيتجوز دنيا على الرغم ان هو ما كانش عارف موضوع ان حسن كان معجب بدنيا وكان بيحبها. ويحيى طبعا خرج من السجن. بعد كده بنعرف ان دنيا هي اللي قتلت كل الناس اللي في المسلسل زي ما انا كنت متوقع بالظبط. يعني شابوه ليا بقى بصراحه، يعني شابوه ليا، معلش. انا كنت متوقع ان دنيا قتلت تقريبا كل الناس اللي كانت هتموت، او نهى، او نهى عامه الناس اللي احنا كنا شايفينها في الاول. انا كنت متوقع تقريبا في الحلقه رقم 10 حاجه او 9 حاجه زي كده. وبعد ما عرفنا ان دنيا قتلت ابوها وايه الدوافع اللي خلاها تقتل ابوها، لان كان عايز يقتل امها، واعترفت كمان ان هي اللي قتلت نهى وهي اللي قتلت وائل وهي كمان اللي قتلت سليم، تقريبا خلصت على الشله كلها يعني. طبعا كل ده وهي قاعده بتحكي وبتقول مبرراتها ليه عملت كده، وهي اللي كانت بلغت على يحيى، لان عرفت بعد كده ان يحيى كان بيخونها مع نهى. بعد ما اعترفت بكل حاجه بيطلع عليها حكم الاعدام، فدنيا في الاخر بتتعدم، وحسن بيطلع من السجن، وياسين بيستقبله عشان خلاص هما هيسافروا، ودنيا اتعدمت والمسلسل خلص على كده. انا ما كنتش متوقع كتير قوي من المسلسل ده بصراحه، او مش ما كنتش متوقع كتير قوي من مسلسلات رمضان السنه دي، لان النهايات بتاعتها كانت تقريبا كانت اوبفيوس جدا، والنهايات عامه كانت مهروشه طبعا من غير مسلسل. النهايه بتاعته ما كانتش واضحه قوي، او ما كانتش معروفه قوي اللي كان ممكن يحصل في النهايه، بس بالنسبه للمسلسلات التانية كانت معروفه قوي كان ايه اللي هيحصل في الاخر، وكان اكسبكتد جدا. تقييمي للمسلسل لما كنا صغيرين هو 7/10، بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على المسلسل. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.